Wir beginnen wie immer mit einer Rezitation aus dem Heiligen Koran. Dazu bitte ich Fateh Aziz Sahib aus Wiesbaden-Ost nach vorne zu kommen. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاكم الله.